وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في قضايا الأمن أليكسي فينينكا. مرحبا بك معنا في هذه النشرة من RT، ونرحب أيضا بضيفنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بك معنا أيضا في هذه النشرة من RT. لو أبدأ مع ضيفي من موسكو سيد أليكسي، ما قاله بوتين اليوم لا بد من الاحتياط وأخذ العبرة مما حدث من ثورات ملونة في بعض البلدان وما خلفته من آثار سلبية على هذه المجتمعات، ما المقصود بذلك برأيك؟ بداية طاب مساءكم. أعتقد أن الرئيس كان يقصد ما يلي، أنه في عام 1997 روسيا والناتو وقعوا معاهدة رئيسية، وروسيا تعتقد أن هذه كانت صفقة كبيرة مع الحلف في شمال الأطلسي، أي أن الحلف يأخذ تحت رعايته دول حلف وارسو السابقة، ولكن لا يتخطى دول البلطيق ولا يتخطى حدود الاتحاد السوفيتي السابق. أي أنه بين روسيا والناتو هناك حزام من الدول المحايدة. أما الثورات الملونة التي بدأت بجورجيا وانتهاء بالميدان في أوكرانيا أكدت للقيادة الروسية أن الحلف وخاصة الولايات المتحدة لا تلتزم بالصفقة الكبرى التي وقعت في التسعينات، بل تحاول أخذ منطقة حوض البلطيق والبحر الأسود كلها تحت سيطرتها. أي أنه ليس لدى روسيا أي موارد لإجراء سياسة فاعلة في الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيتي السابق، وهو ما دفع روسيا إلى وجود علاقات سلبية ما زالت موجودة حتى الآن تجاه الأوروبيين. أستاذ أحمد فتحي، هل تعتقد أنه ما حدث من ثورات ملونة في الفضاء السوفيتي السابق هي كانت نتيجة أحداث اجتماعية وسياسية معينة في هذه البلدان، أم أنها كانت بفعل فاعل وبتدبير من أجهزة غربية مثلا من أجل تغيير الأنظمة في هذه البلدان عن طريق ثورات مصطنعة من أجل المجيء بأنظمة موالية لها في هذه البلدان؟ بالنسبة للثورات اللي حدثت في الفضاء السوفيتي السابق هي تختلف بالطبع عن ما حدث في مناطق الشرق الأوسط، ولكن هي ليست فقط لأسباب سياسية أو اجتماعية، ولكن أيضا المكون الاقتصادي كان له عامل أساسي في شحن الغاضبون والمتظاهرون والمحتجون في أوكرانيا وفي جورجيا خلال 2008. ولكن نحن أمام ظاهرة، إذا أخذت هذه ظاهرة الثورات ودعني أتطرق بعض الشيء إلى ظاهرة الربيع العربي في هذا الإطار، أن الربيع العربي الذي حدث منذ 2010 وحتى اليوم حدث في دول تتشابه فيها ظروف الاقتصاد، لأن كان لا يوجد فرص اقتصادية ولا يوجد وظائف مثل تونس ومصر، وظروف قمع سياسي واجتماعي وقبلية كما حدث في ليبيا واليمن وفي سوريا. فنحن أمام أكثر من نموذج للثورات، ولكن هناك أيضا أستاذ أحمد فتحي، الاقتصاد والفرص الاقتصادية للشعب هي التي تحدد هل سيوجد ثورة أم لا. طيب فضل. لكن هناك أيضا اتهامات لبعض الدول مثل الولايات المتحدة بأنها تركب هذه الموجة الشعبية من أجل تحقيق مآرب معينة. لدينا المثال كان واضحا، ما حدث في كييف في أوكرانيا بعدما رفض الرئيس الأوكراني توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بدأ الضخ والتجيش ضد هذا الرئيس حتى إرغامه على التنازل على السلطة والانقلاب عليه بالشكل الدرامي الذي شاهدناه. وبالمناسبة غدا تمر سنة على هذه الذكرى، فيكتوريا نولاند ما زال الجميع يذكر كيف كانت توزع بنفسها الحلوى على المتظاهرين والخبز في الميدان في كييف. هذا هو ما نتحدث عنه، تلك المكالمة مع السفير الأمريكي في كييف ما زالت مسجلة على يوتيوب حتى الآن. أريد أن أعطي، سوف أعود لك وأعطيك الفرصة لترد على كل هذه الكلمات، لكن أريد أن أتحول
التداول بالرأي للضيف في موسكو حتى نتيح له الفرصة أيضا للتعبير عن رأيه. ربما استمعت إلى هذا الكلام، هل ما يحدث برأيك من ثورات هو نتاج واقع شعبي يعبر عنه المحتجون، أم هو بفعل فاعل وبتدبير أجنبي من أجل أغراض محددة؟ أعتقد أن العاملين هنا موجودين، ويمكنني هنا القول بأنني لا أسميهما ثورات لأنها لم تغير جذريا أي شيء، بل الهياكل بقت كما هي، بل هي انقلابات قومية على سبيل المثال في أوكرانيا وجورجيا. ففي هاتين الدولتين كان هناك قوة للنزعات القومية، وإلى السلطة جاء أشخاص بأمزجة قومية عنصرية ومعادية لروسيا. ولكن الأمريكان عبر المنظمات غير الحكومية وعبر الدبلوماسية وعبر الآليات الاقتصادية وجهتها إلى الاتجاه الذي ترغب به، وهذا هو ما حدث. بالطبع الجانب الروسي لم يستطيع الاستسلام لمثل هذه الأنظمة المعادية لها على حدودها، وتبنت إجراءات معادية، وأعتقد أن الولايات المتحدة قالت ستتخذ مثل هذه الإجراءات إذا ما قام الاتحاد السوفيتي مثلا بتبني ذات السياسة في أمريكا اللاتينية مثلا. أستاذ أحمد فتحي تفضل برأيك، كنت تريد أن تقول شيئا ما. بالنسبة ل يعني الأسباب أن عدم توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني المخلوع، هذا بكل تأكيد ربما يكون هذه الشرارة التي تم استخدامها لحشد المحتجين، لأن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كان سيفتح أسواق العمل أمام الأوكرانيين الذين لا يجدوا وظائف ولا فرص في دولهم. هذه نقطة أساسية يجب ألا أغفلها. سواء أما بالنسبة لدور المنظمات غير الحكومية الذي تفضل به ضيفك الكريم من موسكو، أنا أحب أن أوضح المنظمات غير الحكومية في عالمنا اليوم هي جزء لا يتجزأ من منظومة الحكم الرشيد في أي دولة في العالم. نستطيع أن نقيم إذا كان يوجد هناك حكم رشيد في دولة عن طريق مدى اندماج المنظمات غير الحكومية في العملية السياسية في هذه الدولة. أستاذ أحمد فتحي، لو كنت أنت رئيسا لأوكرانيا ورفضت توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وجيش الغرب عليك الشعب وضغط إعلاميا ومول ماديا من أجل الإطاحة بك، كيف سيكون موقفك؟ أليس موقفك أنت كرئيس هو موقف سيد لدولة يعني ترفض أو تقبل ما ستوقع عليه وتتحمل المسؤولية أمام الشعب؟ هل كان يستطيع الرئيس الأوكراني المعزول أن يوفر الوظائف؟ هل استطاع أن يقضي على الفساد في أوكرانيا؟ هل استطاع أن يقضي على المحسوبية؟ كل هذه عوامل لا أستطيع أن أنكرها. أنا أتفق مع ضيفك أنه كان يوجد نزعات قومية، ولكن في الأساس كان يوجد حالة احتجاج وغضب في أوساط المواطن الأوكراني العادي الذي لا يجد لكن فرصة لكن أو لكن أمل لكن أستاذ أحمد وحالتي. أستاذ أحمد، الأمر يتعلق أيضا بالوسائل المتبعة في التغيير وليست في عملية التغيير في حد ذاتها. من الوسائل المتبعة في عملية تغيير الأنظمة هو استخدام المنظمات المتطرفة لأغراض معينة، فليست دائما المنظمات المتطرفة هي منبوذة بالنسبة للغرب. أحيانا يتهم الغرب بأنه يستخدم هذه المنظمات من أجل مصلحة معينة هو يريدها، أليس كذلك أستاذ أليكسي فينينكا من موسكو؟ يمكنني القول، أود هنا بعض التعليقات. قول الرئيس يانوكوفيتش لم يرفض توقيع المعاهدة أو الاتفاقية، بل طلب تأجيل توقيعها لفترة ما. وأود القول هنا أن إدارة يانوكوفيتش بداية من قمة العام 2010 صاغت نص هذه الاتفاقية، وروسيا لم ترى في إدارة يانوكوفيتش كإدارة موالية لها، كما نظر
نظروا إليها في الغرب، بل روسيا نظرت إلى يانوكوفيتش بداية من 2011 لم يعتمد عليه أحد. النقطة الثانية، يمكن القول بأن أفكار مكافحة الفساد والثورات، نعم إذا ما يمكن القول بأن ما أدى إلى التظاهرات في أوكرانيا هي المناطق الغربية وليست الشرقية التي ليس به معدلات بطالة كبيرة كمعدلات القومية أو النزاعات القومية الكبيرة التي تحمل شعارات بنديرة وغيره التي تعود إلى الأعوام الأربعينات من القرن الماضي. أستاذ ألكسي، أستاذ ألكسي، أريد أن نتحدث أيضا عن نقطة أخرى مهمة أشار إليها أيضا الرئيس بوتين، وأشار إليها أيضا ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن في الاجتماع الأخير، وهي التمييز بين أو التعامل غير المتكافئ بين المنظمات الإرهابية، فهناك مجموعات متطرفة محبذة وأخرى غير مرغوب فيها. يعني لماذا هذه الازدواجية في التعامل مع المنظمات المتطرفة؟ أستاذ أحمد فتحي. أستاذ كمال، الإرهاب هو الإرهاب، قرار مجلس الأمن الإلزامي لجميع، لا ليس أنت لو تمعنت في النظر ستجد ليس الإرهاب هو الإرهاب، ستجد هناك منظمات مرغوب فيها وأخرى بالعكس. حتى الآن من ناحية القانون الدولي لا يوجد حتى الآن لدينا تعريف جامع للإرهاب في قواميس القانون الدولي، وهذه هي إشكالية أيضا نتعرض لها. ولكن عندما تعرضنا مثلا لمشكلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وصدور قرار مجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب، كانت روسيا من ضمن الدول التي وافقت عليه. عندما يتعرض الأمر بالأمن والسلم العالمي يوجد حالة اتفاق وتوافق، عندما يتعرض الأمر بالشؤون الإقليمية كما هو حدث بالنسبة لأوكرانيا يوجد تعارض مصالح بين الولايات المتحدة والغرب وروسيا الاتحادية والازدواجية. وأريد أن أضيف لك وأريد أن أضيف لك معلومة، الازدواجية ليست في التعامل فقط مع المنظمات الإرهابية والمتطرفة، لكن أيضا مع الثورات، ما نسميها الآن بثورات الربيع العربي نفسها. ولك أنت أن تتمعن في المشهد، ستجد ثورة مرغوبة وثورة أخرى غير مرغوبة. ثورة مثلا مثل ما يحدث في البحرين، هذه مؤامرة، وبينما ما يحدث في سوريا هذه ثورة يجب أن تستمر ويجب أن يتم دعمها. لكن أريد أن أتوجه بنفس السؤال إلى ضيفي ألكسي فيدينكا من موسكو. يعني ألا تجد بأن هناك خطأ ما في العلاقات الدولية؟ لماذا يتم التعامل مع منظمات إرهابية بشكل مختلف، وأيضا مع حركات الشعوب في الدول المختلفة بشكل مختلف، بينما يتم دعم واحدة يتم تجاهل الأخرى، بينما يتم محاربة إحدى المنظمات الإرهابية يتم دعم الأخرى؟ هذا سؤال صعب للغاية، لأن الممارسة الدولية تظهر ما خلف ذلك، أي أننا هناك محاولات دائمة للتواصل مع المنظمات الإرهابية. أذكر هنا أن ياسر عرفات في الثمانينيات كان إرهابيا، ولكن في عام 93 أصبح مشاركا رئيسيا في عملية السلام الشرق أوسطية. وكذلك الحال مع طالبان، كانت في عام 2001 عدوا لدود، وفي عام 2007 وبعد ذلك إدارة أوباما لم تخفي أنها تجري مفاوضات مع المعتدلين من الطالبان، أي أن هناك نافذة دائما تكون مفتوحة للحوار، وهذا جزء من تكتيك الدول المتقدمة للانقسام لقسم صفوف الإرهابيين، أي تحديد المعتدلين منهم ومحاولة إبعادهم عن الآخرين وشق الصف بينهم. ولكن مسألة أخرى، أن بعض الدول تستغل المنظمات الإرهابية والمتطرفة في أهدافها، نعم هذا يحدث، وهذا للأسف هو جزء من العلاقات الدولية الحالية. شكرا جزيلا لك من موسكو الخبير في قضايا الأمن ألكسي فيدينكا، هذا ما سمح به وقت هذه المقابلة. أشكرك أيضا أستاذ أحمد فتحي من نيويورك على المشاركة معنا في هذه المقابلة أيضا، وسوف تكون لنا لقاءات أخرى للبحث أكثر في هذا الموضوع الشائك. شكرا جزيلا لكما.